معنا مشاهدينا عبر الهاتف من لندن سيد توفيق قاسمي، عضو المجلس الإسلامي البريطاني. مرحبا بك سيد توفيق. إذا الناشطون أطلقوا حملة بعنوان تفضل أنا مسلم للتواصل مع الغرب، كيف تجدون أثر تلك الحملات في الغرب فعليا؟ والله هذه الحملات تنفع وهي من أفضل الحملات، و نحن الشعب بصفة عامة البريطاني شعب طيب وودود وليس عنده عداء حقيقي للإسلام، رغم مع الأسف الحملات التشويه المتتالية التي ترتكبها غالبا ليس فقط وسائل الإعلام اليمين المتطرف وإنما حتى المينستريم. مثلا في بريطانيا البي بي سي أحيانا تربط ربط مباشر بين الإسلام والعنف والتطرف والإرهاب، وتقول مثلا إسلاميست تيرورست، مع أنه الإسلام بريء من كل هذه التهم وليس له علاقة نهائي. وكذلك حتى أحيانا جرائم الجنس مثلا يتهمون بعض المسلمين ويربطون بين الإسلام والديانة وهذه الجرائم. فلذلك نحن حقيقة نعاني من حملة تشويه قوية جدا. نعم. حتى عبر وسائل الإعلام يعني كما ذكرت هذه الحملات غالبا نعم غالبا ما تأتي هذه الحملات عقب حملات كراهية ضد المسلمين. من يقف وراء دعوات الكراهية التي يعني تعدت الدعوة إلى الفعل التي كان آخرها قتل الفتاة المصرية مريم مصطفى، من وراءها؟ والله هناك عوامل كثيرة جدا، هناك الخوف من الآخر، هناك عوامل كثيرة، ولكن المهم في هذا أن المسلمين تعاملوا مع هذا الموضوع تعامل راقي جدا. ونحن في دار الرعاية الإسلامية يعني نعمل حملات متواصلة لفتح المراكز الإسلامية وفتح في المجلس الإسلامي البريطاني أيضا أكثر من 200 مسجد فتح أبوابه قبل شهر فقط، ووزعت الأكل والشاي ووزعت كثير من الهدايا، وهناك حملات تعريف بالإسلام عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي. نعم. هناك حملات توزيع اللافتات، توزيع الورود على الناس، يعني حملات قوية جدا وكثيرة جدا. نعم. بدل أنا أعطيك قصة جميلة جدا وقعت في أحد المساجد داخل لندن، مسجد هارو. نعم. أن المتطرفين جماعة متطرفة من سمى إيديال جاءوا قبالة المسجد يصرخون ويتنادون عليكم إغلاق هذا المسجد، ارحلوا من هنا، هذا ليس بلدكم. ما كان من رواد المسجد والإدارة إلا أن خرجوا وقالوا لهم طيب ممكن تدخلون إلى هناك برد في الخارج، دخلوا إلى المسجد سنعطيكم شاي وقهوة. نعم. وفعلا دخلوا إلى المسجد وتبادلوا أطراف الحديث، فوجدوا أنفسهم أنهم يعني في الحقيقة هذول بريطانيين وليس متطرفين ولا هم إرهابيين، وإنما مواطنين مثلهم مثل غيرهم، الفرق هو في الديانة فقط لا غير. فكانت حقيقة من أقوى طرق التي تؤدي إلى إقناع الغير. أنا لست عدو يعني دعوة بالموعظة الحسنة. نعم. إلى أي مدى إذن ترى أن تعامل روابط الجالية المسلمة وتجمعاتها مثل المجلس الإسلامي البريطاني الذي أنتم عضو فيه قد نجحت في تعاملها ضد هذه الظاهرة، ظاهرة الكراهية ضد المسلمين؟ حقيقة المجلس الإسلامي البريطاني والروابط القطرية مثل الرابطة أو الروابط الوطنية مثل الرابطة الإسلامية البريطانية ودار الرعاية الإسلامية واتحاد منظمات في أوروبا يقومون بدور جبار كبير، ولكن حملات التشويه أقوى بكثير، الحملات الإعلامية أقوى بكثير مما مع الأسف من الحملة في الجهة الأخرى، لأنه كما تعرفون اللوبي الصهيوني مع الأسف يمتلك 80% من الإعلام في بريطانيا، وبالتالي هو الذي يوجه هذه الحملات الكراهية كل فترة أخرى يجدون، وأحيانا تجد عناوين في الصن مثلا ملفتة للانتباه يعني، ومع الأسف القانون لا يعاقب عليها في هذا البلد. فالحملة أقوى بكثير مما تقوم به الجمعيات التي تحاول أن تقلل من الظاهر. شكرا لك من لندن سيد توفيق قاسمي، عضو المجلس الإسلامي البريطاني.